قلت وسيم طريح الفراش نطة. علامات الوقف هي علامة التعجب عندما يعجبني شيء، وعلامة الاستفهام عندما أطرح سؤال، ونقطة عندما أنتهي الكلام، ونقطتين عندما يتكلم شخص، وفصلة عندما أتوقف قليلا في القراءة ثم أكمل، يعني في وسط الكلام. علامات الوقف هي علامة استفهام، فاصلة علامة تعجب، نقطة ونقطتين، نقطتين عندما يتكلم شخص، ونقطة عندما ينتهي الكلام، وعلامة استفهام عندما يطرح شخص سؤال، وفاصلة عندما أتوقف في وسط الكلام في أتنفس قليلا، وعلامة التعجب عندما يعجبني شيء. علامة التعجب عند يعجبني شيء نقطة، نهاية كلام نقطتين عند يتكلم.